تفو من هون. ليك كأني عم اقول له ارفع جناحاتك مشان كركراك، كأني عم اقول له ارفع جناحاتك مشان كركراك، ولكن هو متضايق. متضايق من شو؟ من اللزيقه. الناس اللي عم تسألني أنا أفضل التلزيق ولا القص، هلأ شوف كيف نحن لزقنا لهذا الطير. هلأ هذا الطير إذا مرتين ثلاثة بيرفرف رفرف قوي وبيطير بينخلع كتفه. القص هو الأفضل. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناتي الحلوين. اليوم حابب هيك نشوف ورد أفندي شو بده يعمل حركات جديدة وشو بده يأذي أزوات جديدة مع العصافير يلي هلأ حتشوفوهم، ولنشوف كمان فقرة تانية. بدي أخذ عاشق، بدي أخذ باجي من يلي عندي الكبار هيك، وفي قابل يا قصه يا لزقه وندربه مع بعض. شرفوا لنشوف. هلا أنا جايب له ذكر كبير عندي لورد، وأنا بدي أحاول هلا دربه قدامكم. يا بدي لزقه يا بدي قصه، لهلا مالي آخذ قرار بهي القصة. ورد لسه ما شافه. هلأ شافوا ورد، هلأ شافوا ورد، لحقوا ورد، ورد إجا لعندي وطلع على العصفور، شافوا كيف هرب على اللوحة تبع أسماء الله الحسنى. هذا العصفور ما له مدرب، صح وقف على ايدي شوي، ولكن هو ما له مدرب لانه انا صار لي حصه كامشو. طيب خلونا نشوف شو فينا نعمل معه. اول شيء انا رح احاول اني امسكه ولزقه ونشوف شو بدنا نساوي. يا بدي لزقه يا بدي قصه، هلا نقرر. تعال شباب، ما هذا مالك حابب تنزل؟ يلا هلا شوفوا شلون هذا الجرف. يلا واقف على التصوير لنشوف. طبعا شباب انا لما مسكت الطير لقيت انه مناخيره مسكره، فراح احاول انظف له اياه هون. بس ورد. طيب هلا نحن بدنا نشوف كيف بدنا نلزق الطير، بدنا نشوف كيف بدنا نحاول نلزق الطير. روح شو سئيل. اول شيء بدك تستحمي العض. فيك الضبدوة هاي. مثل ما حكينا بدك تستحمل لك شوية عض بعينك. الله تعالوا نشوف. يلا طبعا مثل ما شفتوا إلا ما نستحملنا شوية عض، الأمر طبيعي يعني شو بدنا نعمل. هلا بدنا نشوفه إذا طيرانه قوي بدنا نرجع نغمق له باللزق.
طبعا هدوء، وهذا الهدوء تعب لانه من الوقفه من المسكه، مثل ما كون شايفين لسه طيران قوي. بس بشكل او باخر يعني هو نوعا ما ماشي حاله. انا راح اجيب الزئه تانية. يا حبيبي تعال تعال نشوف هلا لساته طيران قوي. تعال ورد ورد، برافو عليك يا ورد يا دب. طبعا هيك هلا هو واقف بس ماله يعني مستسلم، بس عم بيريح. طبعا اكلت عضه ثانيه ببطن ايدي بس ما بيقسي. اطلع اطلع، شايفين كيف؟ يلا اطلع اطلع. انا حابه يطير ويهرب لشوف شو بده يعمل يعني. بوسي ولد، بوسي 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 حبيبي حبيبي. قال له حبيبي حبيبي. بوسي بوسي بوسي. فاجئ ولد، اطلع اطلع اطلع. هلا مثل ما كنتم شايفين كيف يعني احنا ما اشتغلنا فيه كثير يعني، يا دوب فنجرب نحط ايدنا على راسه ولا ما بده. بس تقريبا كانه بده يطير. خلينا نشوف ورد شو حيعمل معه. يجنن فؤاده. الناس اللي عم تسألني أني أفضل التلزيق ولا القص، هلا شوف كيف نحن لزقناه لهذا الطير. هلا هذا الطير إذا مرتين ثلاثة بيرفرف رفرفة قوي وبيطير بينخلع كتفه. أنا بفضل إنه يتلزق، بفضل إنه ينقص. القص هو الأفضل. شايفين كتفه كيف نزل لتحت؟ هلا مرتين ثلاثة إذا عط عظم وطار بينخلع كتفه. أما إذا مقصوص خلص فهو متوازن من الناحيتين. هلا واحد بيطلع بيقول لي طب من لزقه من الجهة الثانية، كمان غلط، ما بينفع هيك. انت مثلا لزقته ما منيح، خلص قصه افضل. نفس الشيء ولكن شوف الريش كيف طالع. قد ما حاولت تركز اللزقة بدك تعمل له مشكلة بكتفه من هون. ليك كأني عم اقول له ارفع جناحاتك مشان كركرك، كأني عم اقول له ارفع جناحاتك مشان كركرك، ولكن هو متضايق. متضايق من شو؟ من اللزيقة. فالأفضل نقصه. الأفضل إنه ينقص. أنا حاسس حالي ما عم دربه، حاسس حالي عم عزبه بهي القصة تبع اني بهالموضوع اني لزقه هيك. هذا موضوع غلط كبير. بدك تدرب طير كبير قصه احسن. مثل ما حكيت انا قبل شوي الطير عم يستجيب، ولكن مستجيب يعني كرها وليس حبا. بوسي حبيبي
حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي، قل له حبيبي، بوسي بوسي بوسي، قل له بوسي بوسي، يلا بوسي بوسي. لك اخي ما عم لك تبوس مثلي، بوسي بوسي بوسي، ايوه بوسي بوسي حبيبي 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 حبيبي، بوسي. تعال يلا اطلع، تعال عندي شوف، رح احطك انت وياه على الطاوله. بوسي معشوق هيك. هلا اذا بمد ايدي بيعضني ايدي، شايفين؟ استنفر. هذا ورد القرد عم يعضني ايدي، تصور وشوف هيك شلون كمش اصبعتي عم يدافع عنه. بوسي بوسي حبيبي، شايفين؟ شايفين شو الحيوان يخرج شيتها؟ بوسي بوسي حبيبي، لك ايه لا تقتلو. بصي بصي بصي، انا خايف يدحني عضه من تمي، خلقها طالعت لي. بصي 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 حبيبي، شايفين عم بيعض، يعني مو قوية، يعني مسكين، يعني حكم القوي على الضعيف، يعني ما هو محبي، لا هذا الدب، هذا محبي بيجي لعنا. لا تنسوا انه هذا تأكيد يدوي، هذا الطير تأكيد يدوي. فهلا يعني هذا غير هذا، هذا طير كبير، هذا بناء على طلبكم انه طير كبير، كيف بدنا ندربه؟ وهي نحن اشتغلنا معه. هذا هو مو محبة فينا، ولكن يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. ورد لك انت قرد اصلا مو ورد، شوف شوف الاستنفار، لا تعمل شي على كتفي، فهمنا؟ ايه انا بالعاده ببوسه، اذا هلا بدي بوسه والله يدحني عضه. يلا طيب بوسي 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 حبيبي، نسي الكلام، خصيصا خصيصا خصيصا. لك رح صير انا صوص وبيض وما كان، يقول خصيصا بوسي خصيصا. شوف ولا ورد، روح له، تعال 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 عندهم يا حلو. زي ما حكيت انا، هذا الطير اذا بيكون مقصوص احسن، يعني خلاص انت قاص اخي، كل لحظه بتحمله، كل دقيقه بتحمله، بصير بعدين لحاله هو بيتعود عليك، شوي شوي بتلاقيه يتعود عليك، هو ما بقى يفارقك، هو ما بقى يفارقك. من هون ليطول، من هون لترجع تسحب له الريشات اللي انت قصيتهم، مثلا انا بنصح انك مثلا قصيته وعم تدربه، بعد ما يستجيب معك ويصير تمام مثل ما بدك، سحب له ريشاته، يعني هاي العمليه بدها مثلا شهر، اوكي، ليصير هو يجي لعندك 100%. فلما بصير هو بيجي لعندك بتسحب له هالريشات هدول، وبيطولوا على مهله بعدين، متى ما طول بصير هيك اليف، يعني مثل الورد، بس مو بالحكيه، هذا ورد مميز، بعت له العين. بوسي، كل ما بقول له بوسي بيقدحوا بوسي، يلا بوسي بيس. لك والله جاي على بالي انطحك 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 يا كلب. بوسي تعال تعال،
اوكي، اذا مثل ما شفتوا نحن وصلنا لنتيجه سريعه بموضوع تدريب الباتجي الكبير مثل ما شفتوا، بس برجع بقلكن القص افضل من التلزي حتى ما يخلع كتفه الطير، تمام؟ واذا انتم ما بتعرفوا تقصوا كيف الطير فيكن تشوفوا على قناتي في فيديو خاص لقص الباتجي، فيكن تشوفوه فيكن تتابعوا. على كل حال انا راح بترك لكم اياه بصندوق الوصف او ممكن هلا يظهر على الشاشه. شباب صبايا مثل العاده بنهايه الفيديو ما تنسونا من اللايك والشير ودعمكم، والله يعطيكم الف عافيه والسلام عليكم.